إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قائمة تشكيل الأهلي أمام الترجي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتأهب الأهلي لمواجهة الترجي يوم الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب، على أن تكون العودة يوم 9 نوفمبر في الملعب الأولمبي برادس. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، سليف كوليبالي، سعد سمير، أيمن أشرف، صبري رحيل، حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، أكرم توفيق، كريم ندفد، إسلام محارب، صلاح محسن، مروان محسن، أحمد حمودي، وليد سليمان، ميدو جابر، أحمد حمدي، ووليد أزارو. وشهدت قائمة النادي الأهلي عودة الدولي المغربي وليد أزارو، والذي غاب عن مباراة الأحمر أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية والتي جرت الأحد الماضي. كما شهدت القائمة تواجد أحمد فتحي بعد أن أعلن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة أنه يعاني من إجهاد على مستوى العضلة الأمامية. إسلام محارب أيضا تواجد في القائمة بعد أن كان قد خرج من مباراة وفاق الصيف الجزائري في إياب نصف النهائي متأثرا بإصابة، والتي أبعدته عن مباراة الوصل الإماراتي والتي تعادل فيها الأهلي بهدفين في كل شبكة ضمن ذهاب الدور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.